وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات المواطنين إلى الالتزام والتقيد بأسس السلامة العامة وتنفيذ أوامر الدفاع ومراعاة التباعد الاجتماعي والابتعاد عن التجمعات ولبس الكمامات للوقاية من فيروس كورونا. ومن جانبها أكدت الوزارة أنها تعمل على زيادة الاستعدادات لمواجهة المرحلة المقبلة فيما يتعلق بانتشار الوباء، وأن النية لديها تتجه إلى زيادة عدد محطات الفحص الثابتة في المملكة، وذلك لضمان السرعة في إبلاغ المصابين والوصول إلى المخالطين، إضافة إلى تحسين الأوضاع في المختبرات وزيادة عدد أجهزة التنفس الصناعي في مستشفيات المملكة.